سيرة بابياتي قصيدة هدية، رغم الخسارة على قلبي ورغم الندم نخرج قضية من الدنيا وندخل قضية. يا دمعة الحزن باسمي سابقي للقلم، بلغي حازم الرصاص بجمل تحية. قصيدة كلمات أبو حازم الشيخ هزام جمال أحمد دغار العمري، مهداه لأغلى الناس في قلبه الشيخ حازم عبد الرحمن الرصاص الذي ذهب إلى دولة الأردن لتلقي العلاج مع عمه الشيخ محمد حمود الرصاص، وكما يدعو لهم بالشفاء العاجل الجميع من أبناء محاولة إب. القصيدة بعنوان جمل وعرفان، حياتنا للشاعر أبو علي مصطفى الفيصل. أداء فايز أبو شمس، وشارك بعض سعود أبو خليل عبد الفرحان وبالإيقاع زبيد الفرحان. تسجيلات الفايز دمار فضل حدا جوار مبنى محافظة. سبحان
السمع حزم الرصاص صبح وعشية والشيخ أبو خالد الرصاص رمز القيام أدعي لهم بالشفاء العاجل وعيشة هنية والشيخ محمد حمود شامخ مثيل العلام إذا حضر بالقضايا كلها من جلية مسرور مجبور يرجع في جزيل النعام هو دعمنا والسند رمز الرجال الوفية والله صقر فوق القمام رمز المواقف وكفه للنشامة سخية يا مالك الملك شافه جرحهم والألام بالعافية ردهم بين أهلهم والرعية الرأس شامخ بخو شامخ شموخ القمام شموخ عيبان راسي حماته معتلية نعم الراس شامخ بخو شامخ مثيل القمام شموخ عيبان راسي حماته معتلية سايرت للناس كم صاحبت يا كم وكم والقلب مفتوح للأصحاب من حسن نية بمثل حزم أنا له درع وقت اللزام لا يمكن أنساه حتى نلتقي بالمنية مثل حازم أنا له درع وقت اللزام لا يمكن أنساه حتى نلتقي بالمنية ما أنا منافق ولا من ذي بيعدمام ولا كما البعض يصحب صحبته مصلحية أنا ابن الأعمور لي تاريخ من ذو القدام بالعز عايش ورمز القبيلة والحمية واختم صلاتي على الشافع لكل الأمم صلوا على المصطفى العدنان خير البرية صلوا على المصطفى العدنان خير البرية للتواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 771-694-90 أو 711-1-5-0-4-9-0